بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم صالح سلطان من سلطانميديا.com. بعض الإخوان بعثوا لي إيميل يسألوني أني أشرح لهم كيف عمل خلفية لبرنامج تلفزيوني أو برنامج إذاعي على الإنترنت بواسطة الـ After Effects، وأرسلوا لي إيميل السامبل هذا، وهو يعني آيات من القرآن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. طيب نشوف مرة تانية، نلاحظ انه هو سألني كيف عمل الخلفية هذه. طبعا عندنا اللوجو هنا و الكلام الأساسي والصورة الأساسية محطوطة هنا لجلب انتباه المشاهد، وفي زخارف في الخلفية هنا. هنا زخارف أظني آيات ولا صور تدور كالدولاب هنا وتدور هنا، وفي هنا آيات يعني خفيفة جدا يعني، وفي أيضا صورة مسجد هنا وصورة زخارف هنا، وأظني هذا هو مسجد في الخلفية هنا. نعم، ونلاحظ أنه الصور الآيات الكريمة تظهر وتختفي هنا يعني، ومتناسقة مع الصوت. الله العظيم. أوكي ماشي. نبدأ بالافتر افكتس. After Effects أنا أول حاجة عملت لوجو هنا، عملته بالإليستريتر وسميته إسلام توداي، وبعدين نزلت صورة الفاتحة أول حاجة ماشي أوكي. بعدين لقيت صور زخارف على الإنترنت، لا أدري يمكن أستخدمها يمكن لا يعني ما نعم. طيب نبدأ بـ New Composition، Composition جديد، ندوس هنا حتى نعمل New Composition، راح نعملها HDV، بسم الله، وبعدين ننزل صورة الفاتحة والصوت، نعم، ونفتح هنا السهم هكذا حتى نشوف اللي بسميها Waveform. واللي هي يعني الصوت، نشوف المرئية بتاعه نعم. والآن حتى نلعب الصوت ونحط عليه ماركرز حتى نعرف الصورة يعني أين تبدأ وأين تنتهي. أول حاجة نسمع، بسم الله، ندوس على كنترول بعدها النقطة دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم هكذا، لكن المرة هذه راح أعمل الكنترول والنقطة، لكن المرة هذه راح أدوس على النجمة في الكيبورد، وهي مش النجمة يعني شفت رقم 8، لا، اللي هي النجمة اللي إذا كنت على كيبورد كبير. نعم، فكل ما أوصل إلى نهاية يعني الشيخ يعني القراءة أحط ماركر 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 والضرب على النجمة. أوكي مرة تانية كنترول وبعدين نقطة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجمة. الحمد لله رب العالمين، نجمة، الرحمن الرحيم، نجمة، مالك يوم الدين، نجمة. ماشي، لما حطيت هنا النجمة نجمة 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 فتعلم لي علامات اللي هي ماركرز اللي هي العلامات. نعم، ممكن تحرك العلامة إذا يعني شوية زاغت عليك شوية يعني. طيب أنا راح أنهي الكومبوزيشن هنا، ف
فنحط ان للنهاية، وبعدين نحط right click وال control click على الماك، وبعدين trim comp to work area. ممتاز. الآن خلصنا من هذه، نعمل له save، نحط L حتى نسكر هذا، وبعدين هذا نعمل له composition لوحده، نسميه control shift to comp، ونسميه audio plus text. ممتاز. audio plus text. انا عملت غلطة. move all attribute in the new comp، اللي هي all attribute المرة هذه اللي هي العلامات الماركرز، ماشي، نسموه audio plus txt اللي هي للتكست. الآن لما نروح نخش على الكامب هذا الماركر في الداخل. أوكي. نطلع على الكومبوزيشن الأصلي، واللي هو نكتب عليه نسميه main comp. أول حاجة نعمل folders، 1 2 الفولدر الأول نسميه images، الفولدر الثاني عفوا لازم ندوس الخارج بتعمل فولدر ثاني، نسميه audio وندوس الخارج الاوديو، نحط الصوت هنا، بعدين الايمجز اللي عندنا من هذه كلها نحطها في الايمجز ونسكر هذا، بعدين نعمل واحد جديد نسميه كومبس، يعني حتى نكون مرتبين شوي، يعني نحط الكامب هنا والكامب هنا على فكرة، واللوجو اللي عملته في الالستريتر المرة الثانية، يعني اللي عملته في الالستريتر هنا نحطه مع الايمجز. طيب نروح على الكامبس، هذا عندنا المين وهنا الاوديو، وبعدين طيب الخطوة الجدي اللي بعد هكذا، طيب نعمل الخلفية. نروح على العينة اللي أخذناها. أول حاجة نحط اللوجو. طيب نروح على الايمجز هنا ونروح على اللوجو هنا، بعدين نحط اللوجو داخل هنا. نلاحظ شيفت وسلاش، نلاحظ اني انا عملت اللوجو ظاهر اني عملته اصغر من الحجم ال HDB. بسيطة هذه. نروح على الاسلاميك كامب هنا، نروح على رايت كليك الكليك اليمين او كنترول كليك، ونروح على ترانسفورم، بعديها fit to comp اللي هي alt command F. لاحظ انه لانه كبرنا الصورة هنا، حصل لها pixelating اللي هي الصورة تتكسر، لذلك نروح على toggle switch هنا. هو المفروض الالستريتر لانها يعني فيكتور، المفروض مهما نكبرها ما تتكسرش، لكن حتى تقول للافتر افكتس انه هذه فيكتور لازم تروح على الايكون هذه ريسترايز وتكبس عليها، فبرجع المفروض يرجع على الاصل. نعم، اذا رحنا على 100% الصورة توضح، ومهما كبرنا اللوجو مهما كبرنا هيفضل نضيف. طيب نرجع هذه، نروح على شيفت سلاش. ممتاز هكذا. بعدين نعمل الخلفية. انا عجبني اللون هذا الخلف هنا، فمبدئيا يعني ننزله هنا هكذا، وبعديها اروح على command y اللي هي new solid، واخد الاي دروبر من هنا واختار لون يعني من هنا. نعم هذا كويس، واحط make to comp size اوكي. الان هذه مش بحاجة ليها، اول حاجة نحط هذا الخلفية ونسميها bg background. طيب هذه الان مش بحاجة ليها في ولا خليها. نعم
خليها هنا لاني راح احتاجها الان. طيب نكبرها شوية هكذا. الان راح نعمل، اذا لاحظت في ايات هنا، في ايات هنا كانت تسبح من هنا، هذه راح نحطها هنا. فناخذ الريكتانجل، تانجل ماسك هنا، وبعديها نعمل ماسك هكذا، ونروح على نكبس بي، حتى ناخد التول المحركة موفين تول، وبعدين نحط اف للفيذر، نشيل الفيذر هكذا، وبعدين نحط ام ام، بعدين نحط الاكسبانشن ماينس هكذا، ليس كثير. نعم اوكي. بعدين نروح على تي ترانسبيرنسي ونعملها زي 30، 30 كفاية. نعم اوكي. ممكن نروح على السكيل، اكبرها شوية هكذا. نعم هذه يمكن راح امشيها من الشمال الى اليمين هكذا. نعم بعدين مش الان. ف شفت سلاش، طيب ان اللوجو، نحط الاكشن سيف من هنا، اكشن سيف حتى نعرف شو الداخل وما الداخل. داخل ال ال قصدي شاشات التلفزيون. وبعدين نروح على اللوجو، نصغره شوية هكذا، ممتاز. اوكي نحط سيف. طيب الحركة التانية اللي هي الحاجات اللي هنا. الآن راح أبحث عن صور مساجد، وبعدين راح أعود لكم إن شاء الله. الآن وجدت صورة مسجدين، اللي هو مسجد هذا والمسجد هذا، وجدتهم في جوجل. أنا لما كنت أدور لقيت الصورة هذه، شوية غريبة يعني كانت علي. صورة، مش عارف إذا كانوا بتشوفوها، هذا يظهر لي إنه البابا تاع إيطاليا، هذا البوب بتاعهم، وبيبص في القرآن، ومعنا الشيخ عربي هنا، سبحان الله. على العموم، نعم، فلقينا صورة المساجد. الآن نحط المساجد في الخلفية. طيب نبدأ بصورة المسجد الأقصى. نعم هذه نحطها فوق. أول حاجة نختارهم كلهم، ندوس ال حتى ننظفهم هكذا، وبعدين نسميها مسجد الأقصى. نحطها على اليمين هكذا، وممكن نكبرها شوي قليلا يعني مش مشكلة. نحطها على الشمال حتى نتناسق مع ال مع ال العينة اللي جاتنا، وندوس كوماند شيفت. أول حاجة نعمل الدائرة، بعدين كوماند شيفت و الت، ولا كوماند كنترول الت هكذا، بعدين نحط ال مش سكيل، ال F للفذر، نطلع الفذر هكذا. نعم بعدين نحط ال opacity اللي هي T، ونحطها زي 25، 20، نعم 20 كفاية هكذا. و نعم نحط ال V ونحطها في مكان هكذا، ونحطها تحت ال تحت الكلام هذا كله. نعم لكن فوق الباك جراوند هكذا، لأن هذه لما تمشي قدامه يعني يكون قدام المسجد. ماشي نعمله أقل من، يعني نعمله زي 10، 10 هكذا. أوكي نمشي للأمام، نحط هذه المسجد شوية يعني. نعم. نعمل سكيل أكبر شوي. نعم أوكي. بعدين نروح على المسجد الثاني هذا، ننزل أول حاجة نسميه مسجد